تنضم إلينا من عمان آية سيد مراسلة القاهرة الإخبارية، أحييك آية. ترى ما الجديد وخاصة فيما يتعلق بهذا الصاروخ الذي أطلق أو سقط في منطقة صحراوية في الحدود الأردنية؟ ماذا عن التطورات بالتحديد؟ نعم حساني، بعد التحية، بداية منطقة الموقر هي منطقة تقع في شرق العاصمة عمان، هي منطقة شبه يعني صحراوية أو يعني الصحراء هي أكثر من المباني السكنية، بالتالي الجيش أكد بأنه لم يكن هناك أي أضرار بشرية أو مادية. هذا الصاروخ من نوع جراد سقط في الصحراء وكان يعني آت من الجنوب اللبناني. طبعا حساني، بداية الجيش الأردني منذ عدة أيام ومنذ بدء الأزمة التي حصلت في الجنوب اللبناني كان هناك العديد من الاستعدادات التي قام بها بتعزيز القوات العسكرية على حدوده، كان شرقا أو جنوبا أو شمالا، يعني خشة حدوث أي يعني اعتداءات أو نستطيع القول عنها خروقات في الأجواء الأردنية. بالتالي فعلا الأجهزة الأمنية والمعنية اتجهت إلى مكان وقوع الصاروخ في منطقة آل موقر، وطبعا هناك تحقيقات جارية حاليا، ولكن طبعا الجيش يكثف من جهوده ومن وجوده في الحدود حاليا. هذه المنطقة طبعا تقع في العاصمة عمان ولكن هي في الأطراف حساني، بالتالي هي نستطيع القول عنها أقرب إلى الحدود الشرقية، فكان يعني سقوطها نوعا ما في منطقة صحراوية لم يكن هناك. طب ماذا عن التعليمات التي صدرت للمواطنين بعد سقوط هذا الصاروخ من قبل الجهات الرسمية آية؟ صحيح حساني، الجيش الأردني يعني نوه المواطنين إلى عدم اتباع الشائعات، خاصة بأن كان هناك العديد من الشائعات حول سقوط هذا الصاروخ في شرق العاصمة عمان، كان هناك تنبيه بعدم اتباع الشائعات، أيضا عدم التواجد في المناطق الخالية من السكان، وأيضا يعني عدم التواجد في الأماكن التي إذا سقط بها صاروخ يقوم بها تواجد سكاني، خاصة بأن للأسف حدث مثل هذا الموقف كما تعلم في إبريل الماضي، وكان هناك فعلا تواجد كثيف للسكان عندما سقط إحدى الصواريخ في منطقة العاصمة عمان، منطقة مرج الحمام. بالتالي فعلا الجيش نوه إلى عدم التواجد في تلك المناطق، ولكن كما قلت لك هذه المنطقة الموقرة هي شبه خالية من السكان، بالتالي الجيش فعلا يتابع حاليا عن كثب حساني، وأيضا هناك تواجد أمني. وأستطيع القول لك بأن نحن كسكان في عمان نشهد وجود طائرات استطلاع تتواجد في بعض الساعات مساء، تتواجد في السماء من أجل التأكد من يعني أمان الأجواء الأردنية. وفي هذا السياق حساني أيضا هيئة الطيران المدني أعلنت بأن حركة الطيران طبيعية، لا يوجد أي تغييرات على حركة الطائرات من وإلى الأردن، ولا يوجد أي مشاكل حتى اللحظة. صحيح، وضحت هذه التفاصيل، أشكرك عليها، كنت معي فيها مباشرة من عمان آية السيد مراسلة القاهرة الإخبارية.